السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي امين. اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلا عجبكم الفيديو بارتاجيه وخليوا واحد لايك وتعليقكم في الموضوع. ندخلوا مباشرة في التفاصيل. خبر عاجل اخوتي، عاجل عاجل جدا عاجل جدا، ارجوكم البارطاج اخوتي، البارطاج ديال الصوره ديال هذا الرضيع اللي في العمر ديالو سنتين ونصف مباشره من مدينه الدار البيضاء وخصوصا بحي الشعبي اللي سميتو المسيره 3 اخوتي. تم اختطاف رضيع اللي في العمر ديالو عامين ونص من السياره ديال الابوين ديالو اخوتي. نعم كيف ما كتسمعوا، حضيو وليداتكم، حضيو وليداتكم اعباد الله. اليوم اخوتي على الساعه العاشره صباحا، على الساعه العاشره صباحا بحي المسيره 3 بمدينه الدار البيضاء، الام كانت سايقه السياره ديالتها وكانت معاها في الخلف الابنه ديالتها والابن ديالها اللي هو رضيع في العمر ديالو سنتين ونصف. وقفت السيارة ديالتها واتجهت للحانوت، خدات ربطة ديالت الخزامة، المهم قضات شي غرض في الحانوت، يعني تيدسويت 5 دقائق ما كاملاش. وليداتها خلاتهم في السيارة سد عليهم، إذا به شي وحدة رادة لها البال أخوتي، امرأة كتخليها حتى كتمشي للحانوت وكتمشي للسيارة وكتجر الولد أخوتي من الشرجم، من الشرجم كتهزو وكتهرب به وكتختفي به لوجهة غير معلومة لحد هاد الساعة اخوتي اللي كنصور معكم فيها الفيديو. ما بقاش بان ليه الاثر هذاك الولد ولا حتى السيدة اللي اختطفته. نكملوا اخوتي القصة. الام منين رجعت من عند مول الحانوت كتدخل الطونوبير كتفقد وليداتها، كتلقى غير البنت اللي كاينة، البنت كبيرة شي شوية والولد ما كاينش. المرأة كتسول الاخت ديالو كتقول لها فين خوك، فين هو خوك، فين خوك؟ قالت لها ماما راه شي مرا جات وهزات خويا من الشرجم ديال الطونوبيل، هزاته ومشات به، خلات البنيته مسكينه كتغوت، البنيته كتغوت وكتبكي. جات الام ديالها كتلقاها كتبكي كتقول لها فين خوك، فين خوك؟ قالت لها راه جات شي مرا هزاته من الشرجم ديال الطونوبيل وهربات اخوتي في رمشه عين، في رمشه عين هزت الولد اخوتي وهربات به. حضيو وليداتكم عباد الله، راه ما بقاتش الثقه خوتي. نمشيو دابا للناس ولا الساكنه ديال هاد المنطقه حي المسيره 3 كيقولوا بان هذا الدرب ديالهم هو درب كيعرف الامن والامان، ما كاينه فيه لا شفره لا اغتصاب لا اختطاف لا حتى شي حاجه، يعني كعايشين في الامن والامان، غير الا جا شي براني هو اللي غيدير شي مشكل بحال هذا. هاد السيده هذه غادي تكون برانيه على الدرب، ماشي من الجيران، ماشي من الساكنه ديال المنطقه، لان كما كيقولوا ان الناس ديال هذه المنطقه ناس محتارمين بعضياتهم، يعني ما كيديروش بحال هذه الاعمال هذه الاجراميه ديال الاختطاف ولا السرقه ولا نونو، ما عندهمش هذه القضيه هذه غير الا جا شي حد براني. وكيقولوا كذلك على ان هذه المنطقه هذه فين وقع فيها هذا المشكل، فكاين هناك واحد الكاميرا ديال المراقبه عند الجيران، غير هاد الجار هذا ما حاضرش هاد الساعه هادي، كيتسناوه غير يجي باش يدخلوا ويشوفوا الكاميرا ديال المراقبه ويفرغوها باش يعرفوا شكون هي هاد المراه هادي وفين داتو ويعرفوا الاوصاف ديالها، وكذلك الى تمكنوا من معرفه الهويه ديالتها. مشاو الابوين الام والاب مشاو عند السلطات اخوتي وبلغوا على هاد الحاله ديال الاختطاف وعطاهم الصوره ديال الولد وداكشي، ولكن لازال لحد الساعه ما جاوش للحي باش يعني يعملوا التحقيقات ديالهم ويشوفوا الكاميرا ديال المراقبه، ويعني باش يشوفوا شكون اللي هز هذا الوليد هذا ويتعرفوا على الهويه ديال هذه المراه هذه اللي اختطفاتو. نعم اخوتي كما كتسمعوا، نعم كما كتسمعوا، ردوا البال. الاب في حاله يرتلها اخوتي، كيبكي الدم الاب في الفيديو اخوتي، الحاله ديالو كتقطع القلب. اما الام اخوتي فهي اكثر، منين دخلت للسياره وما لقاتش ولدها وعرفت بانه شي وحده اللي هزاتو ليها، فالجيران كيقولوا المراه كتمشي حتى للراس ديال الدرب وترجع وهي كتجري وكتمرغ مسكينه في الارض، كتغوت وكتمرغ في الارض، يعني كتغوت بسميت ولدها،
يعني السيده بغات تحماق وحاليا راها في حاله انهيار عصبي وداوها للمستشفى من اجل اخذ العلاجات الضروريه. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه اللي شواتهم في الكبده ديالتهم اخوتي. اش بغات عندهم؟ اش بغات عند هاد الناس؟ الحاله ديالت الاب والحاله ديالت الام يرتالها، الناس كيتقطعوا على ولدهم. اش بغات عندهم؟ وعطى الله الابناء اخوتي اللي ما كتولدش تمشي للخيريه تربي، اللي ما كتولدش تبنى شي ولد راهم مساكن كيلقاوهم الرضع عمدا كيلقاوهم مرميين في الطوارو ديال الزبل اخوتي، ما كتبغيش امو كترميه في الطارو ديال الزبل وما كيلقى لا حنين لا رحيم، كيبقى مسكين غير في الخيريه. ما كتولديش سيري الخيريه وتبنى شي ولد ولا شي بنت. علاش اللي تحرمي واحد الام من الكبده ديالتها؟ علاش اللي تحرمي هذا الاب من الكبده ديالته؟ علاش؟ ويا ربي الله ينزل المحنه في القلب ديال هاد السيده اللي اختطفات هاد الولد وترجعوا لوالديه. رضيع ديال عامين نص اخوتي، وليد اللي غزال ما شاء الله، عاطي العين عاطي العين، وليد اللي غزال غزال بزاف اخوتي كما كتشوفوا في الصور. كنخافوا دابا لا تكون هادي اللي اختطفات هاد الولد تكون يعني مراقباهم من شحال هادي. عندك يكون هاد الولد زهري، عندك يكون هاد الولد عنده شي علامات خاصه، عندك تكون هاد السيده هادي كتنتمي لشي عصابه ديال سرقه الاعضاء البشريه، عندك تكون هادي شي متسوله كتشفر الولاد كتسول بهم، عندك تكون هاد السيده هادي كتنتمي لشي عصابه ديال استخراج الكنوز. يعني كاينين بزاف وبزاف ديال الفرضيات اخوتي. لا حول ولا قوه الا بالله، راه هاد الزمان راه ولا كيخلع اخوتي، راه هاد الشيء راه ولا كيخلع. ارجوكم اخوتي كنتوسل لكم حضيو ولادكم، راه ما اللي غفل يطير عينو. شوفوا هذه مسكينه اللي خرجت حطات الطوموبيل ديالها ومشات غير للحانوت تقضي قالت لك شي غرض، مشات غتاخذ ربطه ديال الخزامه، ما كملاش خمسة دقائق في راه مشات عين تهز الولد اخوتي من السياره. الولد كاين في الداخل ديال السياره في اللور هو والاخت ديالو، اختي كبيره شي شويه ولكن ماشي ما غاديش تعرف يعني توصف لهم المراه ولا ماشي، باقا صغيره مسكينه. هي اللي عرفت انه شي وحده وقفت على الباب ديال السياره، مدات يديها وهزت الولد من الشرجم ديال الطوموبيل وهربات به الى وجهه غير معلومه. خلات الوالدين ديالو غادي حماقوا اخوتي. الام راها قالت لك كتجري وكتجذب وكتمرغ في الارض يعني وكتغوت مسكينه، داوها للسبيطار في حاله ديال انهيار عصبي. اما الاب باش نعاود لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الخبر اخوتي، مستعجل، خبر مستعجل. ارجوكم اخوتي البارطاج ثم البارطاج، اللي شاف الصوره ديال هذا الولد هذا يبلغ القناه ديال شوف تي في او اللي يبلغ الابوين ديالو راهم خلاو الرقم ديال الهاتف في قناه شوف تي في في احد الفيديوهات. شكرا لكم اخوتي، تهلاو ليا فراسكم مزيدا من الحيطة والحذر. الله يحفظنا اجمعين، الى اللقاء.